لا شيرين شيرين ده يا دوبك يعني تغطي مصاريفها. يا ابراهيم ابراهيم يا شيرين شيرين ما تكحرتوهاش، نص مليون دولار كفايه. ميرسي ميرسي يا حلمي، كده معقول؟ ثواني ثواني واكتب لكم الشيك. يا جماعه مالكم في ايه؟ ده مجرد جرس الفيلا، يا ترى مين؟ طب ما تيجوا نشوف. حلمي ممكن تفتح الباب؟ انا يا ميني. يا لهوي، عبد الحميد الشاعري. عبد الحميد يا بيتك. حبيبتي يا ماموس، حبيبتي يا ميمي. وحشني وحشني وحشاني وحشاني قد الدنيا. وحشني جدا. ازيك يا ميمي؟ ابوسك ابوسك. اتفضل. ايه ده، مين دول؟ هاي كواليتي دول؟ لا دول الشلة. هي الشلة. هاي شلة. هاي هاي. خير؟ طمني في ايه يا حميد؟ مش عوايدك يعني تيجي من غير ميعاد؟ يا نهاري، او هيكون انوشكا جرى لها حاجه. انوشكا دي كوكبه في عالم الفن متوهجه. يبقى سيمون، انا كلمتها امبارح ما ردتش عليا. بتكلم جد؟ ما تقولش لحد. ابدا، سيمون بتنحت زي الفل يعني. طب الحمد لله. الحمد لله. خير؟ امال في ايه؟ ابدا، جايلك في مفاجاه. قنبله قنبله قنبله. قول القنبله قبل ما تنفجر في وشنا. قولها. مفاجاه مفاجاه مفاجاه. طب قول. انا بموت في المفاجآت الروشه الطحن. بس ثواني اكتب لهم الشيك بتاعهم واديه لهم، هم يمشوا وانا وانت نقعد نحكي مع بعض للصبح. شيك؟ اه شيك. ايه ايه ده، ده ده كنا شارين لها شويه حاجات وبتحاسبنا عليها، ما تاخدش في بالك. لا طبعا، حميد لازم يتفرج على الحاجات طبعا. بس يا خساره، مش هينفع نفتحها دلوقتي غير واحنا في طريق الاسماعيليه. اسماعيليه؟ يبقى مانجا. لا المانجا المانجا المانجا. لا يا ميدو، مش مانجا مش مانجا، دي كمان نوع جديد من المانجا. لا الكمانانا بتاعت هنيدي، فيلم اسماعيليه رايح جاي. اه هنيدي اسماعيليه رايح جاي. وبكام الكمانانا دي؟ بنص مليون دولار بس. دي لقطة. امال ايه؟ دي ما تتسابش خالص. دي تقعد متبتة فيها دي. ممكن تعملي لي فنجان قهوة من ايدك العسل ديت؟ من عيوني. ايش اللي موضوع كمان ده؟ ده هنيدي اصلا ما يعرفهاش. استر عينها يا كبر، ربنا يسترها عليك. استر عليكم.